المركز القومي لثقافة الطفل أطلق يوم أمس ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية. هذا المهرجان بيقام للعام الرابع على التوالي منذ أن تم إدراج هذا الفن على قائمة التراث في اليونسكو كتراث غير مادي قابل للاندثار. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر عن هذا الملتقى من الكاتب الأستاذ محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل. صباح الخير أستاذ محمد. صباح النور، أهلا وسهلا بحضراتكم وأهلا وسهلا. صباح الخير يا مصر وصباح الخير على مصر والعالم العربي كله، أهلا بيك. صباح الفل على حضرتك. في البداية كلمنا عن ملتقى الأراجوز والعرايس، يعني إيه هو هذا الفن وليه مصر تفردت فيه لسنوات طويلة وناقصنا إيه علشان يرجع تاني يزدهر هذا الفن ويعني يجمع كل الأطفال كده حواليه؟ والله إحنا في 28 نوفمبر في سنة 2018 وزارة الثقافة كلفت مجموعة من أبناء مصر المخلصين للتراث غير المادي برئاسة المرحوم الدكتور أحمد مرسي والدكتورة نهلة إمام إن هم يعملوا ملف للأراجوز، وفعلا عملوا ملف متكامل وتقدمنا به لليونسكو، وتم إدراج الأراجوز على قائمة الصون العاجل كمفردة ثقافية مصرية أو كتراث مصري غير مادي. عظيم. من اللحظة دي بدأنا نفكر في وزارة الثقافة إزاي يتم صون هذا التراث العاجل اللي هو كان وصل اللاعبين فيه إلى حوالي 8 لاعبين فقط. 8 لاعبين فقط في سن متأخرة، معنى كده إن أنت اللاعبين اللي المفترض بيؤدوا هذا الفن في حالة يعني تهديد وفي حالة اندثار لو احنا ما اخدناش من الاجراءات العاجلة لصيانة هذا التراث. في الحقيقة كان مربط الفرس في الحدوتة دي انك انت تعمل لاعب أراجوز جديد. تمام. كل الاشياء الاخرى اللي بتدور حوالين لاعب الأراجوز هي اشياء جميلة وعظيمة، ولكن في النهاية لو انت ما عملتش لاعب أراجوز في الحالة دي انت لم تفعل شيئا، لأنك بعد شوية هذا الفن سيندثر باندثار أو بوفاة معظم اللاعبين. بدأنا نمشي واحدة واحدة. في الحقيقة أطلقنا الملتقى الأول للأراجوز والعرائس التقليدية في 28 نوفمبر سنة 2019. لما تعمل ملتقى معناها أن أنت بتعمل رؤية استراتيجية، أنك أنت مجبر كل سنة لازم تقول للناس أنت بتعمل إيه. تمام. فبدأنا نفكر في العناصر المهمة اللي تخلينا نقول هنعمل بقى أراجوز جديد. احنا قلنا ان الهدف الاساسي بتاعنا في النهاية ان انا اعمل لاعب. بدأنا نفكر في الحتة دي، لقينا ان الامر في الاول صعب شوية، لان مجموعة اللاعبين اللي هم مهتمين او اللي هم بيؤدوا لليونسكو بيلعبوا الأراجوز يعني نقدر نقول منطويين على سرهم ومش عايزين يقولوا لحد في الحقيقة، لعدة أسباب. أولا دي لقمة عيشهم، تاني حاجة إن هم حتى ما علموش حد من أولادهم، لأن يبدو إن الأمر كان فيه حالة اجتماعية كده. أيوة. مش قابلة فكرة إن أنا ابني يبقى يلعب أراجوز زيي، لا أنا عايز ابني يبقى أحسن حاجة في الدنيا يعني، لأن هم ما كانتش الدنيا بالسياق اللي إحنا بنتكلم عليه ده، ما كانتش الدولة مهتمية يعني بتوصل الناس لا ان ده فن عظيم وان اللي بيؤدي هذا الفن رجل عظيم بيؤدي مهمه جليله ومحترمه، بالاضافه الى صعوبه اللعبه نفسها لان فيها سرين. السر الاولاني وهو الامانه، اللي هي الزماره اللي بتتلعب دي هم اللي عارفين سرها بس الثمانيه دول، ده رقم واحد. رقم اثنين ان بعد ما بيبقى عارف سر الامانه دي في فيوناتكس خاص بالكلام، يعني مش هيقدر يحطها في بقه ويتكلم، لا ده هو لازم يتدرب ازاي يتكلم. أيوه. تالت حاجة إن مش طفل صغير لازم يكون عنده 14 سنة أو 15 عشان يبقى عنده المقدرة العضلية في تحريك هذه الزمارة فوقه، ولذلك إحنا لما بنعلن على إن في فصول بنقول لازم الطفل يعدي 14 سنة، الطفولة المتأخرة مش الطفولة الأول. تمام. بعد كده بدأت أقنع زملاء لنا في المركز القومي لثقافة الطفل الأستاذ نصر عبد التواب، وده في الحقيقه يعني اللي هو كان لاعب الأراجوز مع عمر الشريف في فيلم الأراجوز. ففي الحقيقه بدا يقتنع ان هو يعلم، هو الاستاذ محمد عبد التواب، وكان في زميل عزيز اسمه سويس من السويس. فبداوا يعني كسرت حاله الاحتكار هنا الله ينور على حضرتك، وبداوا يعلموا الاولاد واحده واحده.
في السنة الأولانية طلع هوا يعني علمه كده حاجة بسيطة. حلو. السنة الثانية بقى كان في كلام فعلي بقى وكده، فعلمه 17 واحد منهم مستويات مختلفة، 17 يعني من ممتاز جدا لغاية متوسط، لأنك في النهاية أنت في فصل وفي تعليم، إنما في النهاية هو حط الزمارة في بقه. أيوه. وعرف يعملها، وهو نفسه هيبقى يدرب نفسه. بعد كده السنة دي الحمد لله 33 واحد. حلو. عرضنا الأمر على الأمين العام الدكتور هشام عزمي والدكتورة نيفين الكيلاني مشكورة بدعمهم، وبدأنا ندرب 33 واحد جداد. فالحمد لله كانوا امبارح في ملتقى الأرجوز الفصلين، فصل محمد عطواب فصل ناصر، كل واحد فيهم كان بيؤدي الفقرة الخاصة بيه ضمن الاحتفالية. طب انت كلمتني عن التكنيك، عن صعوبة. نعم. الكلام، الزمارة، الشكل، ولكن ما كلمتنيش عن الرسائل. أطفالنا النهاردة مهددين برسائل بتيجي من السوشيال ميديا، من مواقع غير مصرية، مش عارفين الرسائل اللي بتجيلهم عاملة ازاي. الفن ده بيستقي الرسائل بتاعته منين؟ الكونتنت المضمون يا فندم، احنا بنحطه ازاي او بنديه ازاي لصانع هذه اللعبة، وازاي بينقله لأطفالنا وأولادنا؟ تمام. ده جزء تاني من الأجزاء، وهو النص اللي بيقدمه الأرجوز، الرسالة بالظبط. الأرجوز كان عنده حوالي 13 نص ثابتين تراثيين اللي احنا نسمع عنهم وعارفينهم، زي شيخ الغفر والعمدة ومراته ويضرب مش عارف مين إلى آخر. ده حلو وجميل وهيحافظ عليه، إنما الوقت اللي احنا موجودين فيه زي ما حضرتك قلت محتاج رسالة تانية. وبدأت رسالة الأرجوز التانية وكسرت حاجز النمر الأرجوزية اللي كانت موجود من أيام كورونا، لأن احنا بدأنا من أيام كورونا نعمل حاجة اسمها الأرجوز يعرض. من عملنا حوالي 32 فيلم أو فيديو صغير نشرينهم على القناة، قناة المركز القومي لثقافة الطفل، بيتكلم من أول، بيقول للناس إيه اللي راح المولات وأخذوا الأكل والشرب والكمامات والكحول اللي موجودين، أنتوا غلطانين بقى بهزاره ومشاكساته ولسانه أحيانا اللي هو يبقى كريتيكال الى حد ما، ولكن المره دي بقى غير زمان، يعني كان كريتيكال زمان في غير ادب في الحقيقه، انما أرجوز هذه الايام مؤدب ولكن لسانه لطيف، يعني ايه، ولكن بيودي الانتقادات الاجتماعيه للناس اللي بيعملوا اخطاء اجتماعيه تزعل، زي كل الحاجات اللي حصلت ايام كورونا، زي مثلا الاشاعات اللي احنا بنسمعها على السوشيال ميديا كتير، هو بيقف بالضغط والغرض بيقول لهم الكلام ده غلط للاطفال. ايوه. زي استخدام السوشيال ميديا استخدام سليم، ما عادش زي يعني لا بقى يحط ايده في كل حاجه زي ما حضرتك بتقول. حلو. كده بالظبط، دي مفرده ثقافيه. انا عندي حلم ان احنا نوصل برؤيه استراتيجيه، احنا عندنا في الوزاره حوالي ما يقرب مثلا من 650 موقع، منهم 620 في الهيئه العامه لاصول الثقافه، بحلم ان كل موقع يكون فيه لاعب أرجوز، لان دي فرقه سهله جدا، هو الأرجوز يتدرب بس ويعرف السر ومعاه ملاذي، معنى كده انك تقدر تعمل ده. وكنت تواصلت او اتكلمنا مع جماعه اخواننا اللي بيحطوا المناهج، انت تقدر تحط المناهج اللي انت عايزها على لسان الأرجوز للاطفال لغايه ثالثه ابتدائي، لان بيحبوه بيموتوا بيه. صحيح. ساعه ما بيتكلم الطفل بينسى الموبايل اللي هو متعلق بيه. صحيح. بيشوف اللعبه بتاع جده اللي اصلا كان بتجذب جده وغير جده. صحيح. اذا ال 50 لاعب أرجوز دول يقدروا يعملوا 50 فرقه، مش مجرد 50 لاعب كده، يقدر يعمل 50 فرقه، والحمد لله في بقى فيهم طبيعيين وستات واطفال وذوي احتياجات خاصه. يعني اقول لك حاجه، من افضل اللاعبين اللي دربوا في الفتره اللي فاتت طالب اسمه اسماء، طالب ذوي احتياجات اسمه اسلام محمد، طالب ذوي احتياجات خاصه رائع جدا، ويعني ربنا بقى اعطانا موهبه ثانيه بقى مش عند حد، جايز تكون بقى في المنطقه دي، تحكم بقى في الكلام وفي الصوت وفي الاداء. صحيح. وعمل له طرطوره وجلبيته الخاصه، وهو نفسه يعني اللي قدر يكريت او يخلق هذه الحاله. على اي حال متفق معاك جدا يا استاذ محمد ناصف، ومتفق جدا 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 مع حماسك الشديد لفكرة عودة الأرجوز لمسارحنا القومية ولقصور ثقافتنا في كل المحافظات المصرية. بشكرك على شغفك واهتمامك. الدولة المصرية ربما، أو المصريين خلينا نكون أكثر إنصافا،
يعني لما طلعوا التحطيب كرياضة مصرية خرجت من صعيد مصر وبرضه اتسجلت وبقى ليها اتحاد، النهاردة قادرين ان هم يطلعوا الأراجوز ويعيد الانتشار مرة تانية كأحد الأشكال الجميلة اللي بتعبر عن ثقافتنا بالنسبة للأطفال. أستاذ محمد ناصر ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، شكرا جزيلا لحضرتك.